بشوف كل يوم فرقة الرجا بالأبيض والأسود وماتشات الكورة في الاستراحة بتاعت ماتشات الكورة وحاجات زي كده. الحمد لله إن في غرام في الكرنك، وبرضه أنا مستغربة يعني معقولة 60 سنة مهرجان القاهرة ما ولا مرة يفتكر إن في واحد اسمه علي رضا وفي فيلم اسمه غرام في الكرنك؟ وعلى فكرة الفيلم بتاع غرام في الكرنك راح السعودية اتجدد واتنطف هناك مش هنا. القصص كتير بس مش هتوشكوا بقى في